السلام عليكم. انا فتحت امازون لان شفت اتنين بنس اليزابيث 71، لقيت مكتوب عليه 2000 جنيه، فقلت اشوف اتاكد من الكلام ده. فتحت امازون قلت اشوف انا وانتم، لقيت فعلا اليزابيث اهو بشوفه كده، لقيت مكتوب جنبه الاسعار 2000 جنيه، يمكنك الشراء بالاقساط، تدفع قسط 50 جنيه 93 قرش لمدة 60 شهر مع بنوك معينة مختارة. وجايبين البنس اهو، لو عايز تاخده بالكاش ب2000 جنيه، وفوق في عملات تانية برضو نبص عليها. عملة زي دي 20 قرش سنة 60 بكلمة مصر الجمهورية العربية المتحدة ب1500 جنيه تمنه، ده على أمازون، ده على أمازون الكلام ده. اه أمازون أهي، عشان تبقوا معايا بشوف حاجة حاجة. ولقيت قطعة تانية، ال 1 مليم السلعة دي برضو عملة قديمة نادرة، 1 مليم تعود لزمن الملك فاروق 38 ميلادي أبوت أنصر ب134 جنيه. لقيت برضو عملة اللي هي بتاعت سلطان حسين، عملة قديمة 10 مليم وتمنها 1190 جنيه. بص الأسعار عاملة ازاي، يعني خدوا فكرة معايا عن الأسعار. اليزابيث أهي تاني 71 يا جماعة، علشان اللي معاه اليزابيث بيسأل على السعر، السعر اهو على امازون 2000 جنيه، ممكن تشتريه بالتقسيط. يعني انا برضو بفتح كل فترة الحاجات دي نعرف الاسعار بتاعتها. برضو جايبين هنا اليزابيث اهي، وجنبها المليم، وجنبها قطع لفاروق، بيقول اجمالي السعر 2433 جنيه. يعني اللي بياخد 3 حتت دول بيدفع 2433 جنيه و90 قرش غير مصاريف الشحن. يعني كاتبين على حاجة حاجة تحتيها اهي، المنتج بتاع اليزابيث ب2000 جنيه، المنتج اللي بعد منه ب134 جنيه كنا شوفناه قبل كده، المنتج التاني ب299 جنيه و90 قرش. هو الإجمالي المهم 2433 و90 قرش غير مصاريف الشحن. يعني اللي عايز يعرف سعر العملات بتاعته يفتح ادي 20 قرش اللي هي الريال بتاع سنة 60 الجمهورية العربية المتحدة ثمنه 1500 جنيه، والشحن كمان 21 جنيه مصاريف الشحن، وواحد بس حتة واحدة اللي فاضلة مكتوبة واحدة فقط، اهي تبقى واحدة فقط. والقطعة اللي بعديها المليم بتاع 38 أبوت أنصر، حالة الأنصر يعني حالة كويسة. واللي بعد منه 10 مليم بتاعت سلطان حسين، السلطانة المصرية، ده 1190 جنيه زائد 21 جنيه مصاريف شحن. وهنا عملة أثرية للمملكة المصرية ب350 جنيه زائد 21 جنيه برضه تبقى واحدة فقط، وهنا برضه تبقى واحدة فقط. عملة قديمة طراز مليم 1960، ده ممكن يكون متواجد معايا أو مع حد منكم، ب34 جنيه. وعملة تانية زي تقريبا ربع جنيه، 5 قطع ربع جنيه اللي هو بتاع 93، ده 850 جنيه زائد مصاريف الشحن مع بعض، يعني 150 جنيه، الواحد ب30 جنيه، الواحد بحوالي 30 جنيه. أخدنا فكرة عن العملة اللي أنا داخل عشانها النهاردة اللي هي اليزابيث، دي تمنها 2000 جنيه، اليزابيث 71 دي تمنها 2000 جنيه، وهو السعر بتاعها على أمازون. عشان عايز يعرف الأسعار بتاعت حاجاته أهي على أمازون، يبقى عارف إن السعر بتاع الحاجة بتاعته. ودي اليزابيث يا جماعة، أنا قلت أديكوا فكرة عن اليزابيث، دي تمنها 2000 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله.